ايه. الحمد لله والله. وجع دماغكم صح؟ ايه بس؟ كل شوية أجيبكم كل شوية أجيبكم. أعمل إيه؟ الناس اللي أنا عندي بيحبوا الحصان. الأول أنا عايزة أعرف اسمك إيه؟ اسمي السيد. السيد طب ما تعلي صوتك شوية. السيد الورداني. طب ما تيجي اللي بتصورنا شوية. تعالى شوية كده. السيد منين بقى يا عم سيد؟ أنا من ديبي. من ديبي؟ بقالك كام سنة بقى يا عم سيد شغال في الـ؟ بقالي هنا 30 سنة. بقالك 30 سنة شغال في الموضوع ده. يا جماعة إحنا فين؟ إحنا في قناطر دفينة. القناطر دي اللي عاملها مين يا عم سيد؟ محمد علي؟ محمد علي. خلاص؟ إيه طبعا المفروض اديكم نبذه عن القناطر والحاجات دي، بس طبعا ايه؟ ناسي المعلومات دلوقتي. ناسي المعلومات. يعني انت عارف معلومات عن القناطر؟ عايز انا اقول لك عارف الانجليزي اللي عاملينها؟ لا مش الانجليزي اللي عاملينها. الانجليزي ولا محمد علي؟ الانجليزي. عاملينها ليه بقى يا عم سيد؟ عاملين هم كانوا مستعيا كانوا هم واخدينها والمصريين طلعوها من هنا تمام. على العموم احنا في القناطر دي تبع دفينا محافظه البحيره. القناطر ده مكان على النيل عشان بيفصل ما بين الميه المالحه والميه الحلوه. تمام تمام. بيفصل ما بين الملح الميه المالحه اللي هي البحر تبع رشيد رشيد واللي هي فرع النيل فرع رشيد رشيد بين النيل والبحر. بين صح كده؟ طيب في حاجه كمان. القناطر دي يا جماعه مكان بنيجوا في النسحه يعني بتاعتنا في الاعياد وفي شم النسيم وفي كل اللي كان سياحي طبعا. من الاخر كده كل اللي عايز يبقى نفسيته مرتاحه بيجي المكان. وعم سيد بقى شغال هنا بقاله كام سنه؟ بيقول 33 سنه. قول لي بقى يا عم سيد كده، اصل انا حاسه ان الولد ده اهو مش عارف يصورنا كويس. ده 100 100. شغال بقالك 33 سنه في ايه؟ انك تجيب الحصان بتاعك واشتغل بيه وتشتغل بيه. صحيح. اللفه بكام يا عم زين؟ اللفه بتبقى 20 في 10 على حسب الزبون. طيب اول مره اشتغلت واول مره مسكت فلوس في ايدك كانت من لفه بكام؟ 33 سنه بشيل. كانت بشيل 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 ورق. كان في الوقت ده انت شاب صغير. ايوه كان عندي 13 سنه. ما كنتش لسه كمان اتجوزت؟ لا ما كنتش اتجوزت خالص. اه جيت بقى دفينا وقعدت بقى تيجي كل يوم من الساعه كام؟ من الساعة 9 الساعة 10 على حسب الشغل يعني. من الساعة 9 للساعة 10 تيجي تقعد هنا. اه إيه. بيت المغرب بعد العشاء. أكتر الأيام بقى اللي بتحبها خالص اللي بيبقى فيها الشغل أيام بقى. أيام الأعياد. أيام الأعياد. أيام المواسم. تسترزق فيها كويس صح كده؟ تسترزق فيها كويس. اه تمام. تمام. طيب أنت قلت لي إنك مسمي دي نسمة؟ نسمة. ليه سماها نسمة؟ هي طلعت عليها نسمة كده. طلعت عليها نسمة؟ ودي دي اسمها فرفشه. بتعمل حركات بقى وحاجات من دي؟ لا مفيش علام رقص بس وكده، بس عايزه مزمار وكلام من ده. عايزه مزمار وحاجات من دي. هو انت يا عم سيد ما فكرتش تروح بيهم الافراح؟ بتروح الافراح وترقص بيهم على الطبل البلد. طب انت مش هتعزمني مره كده على فرح يكون في طبل بلدي بقى ويبقى في رقص ويبقى في حاجات من انا على فكره من الناس اللي بيحبوا يجوا هنا للقناطر عشان اقعد مع عمي السيد. وفعلا احنا لسه بنعمل شاي ولسه مكملين وبنشرح هنشرب قهوه مع بعض علشان عمي سيد من الناس الطيبين قوي. بس هو في الاول كان بيضحك عليا صراحه في المصاريف. كان اول ما اقول له كذا يقول لي اللفه مش عارف كام يا عم، ده انا زبونه يا عم مش عارف ايه. وان شاء الله انا ناويه باذن الله اعمل اسطبل كده. هو انا يا عمي سيد لو عملت اسطبل وجبت كام حصان كده ممكن حد ياجرهم مني في اليوم ويشتغل بيهم؟ يعني اكلهم غالي يا دكتوره. اكلهم غالي. اكلهم غالي. اه الحصان ده بيصرف 150 جنيه في اليوم. الحصان بيصرف 150 جنيه في اليوم. ومش اكل كمان. اه الاكل غلى. الاكل بقى غالي. ايوه الاكل غالي. يعني انا لو جبت اتنين حصان مثلا وحطيتهم في مكان ما، وجي واحد زي عم السيد ما عندوش شغلان وقلت له خدوا يا عم فلان انا وانت رزقك على الله، ما يصفيش اكل؟ لا ما يصفيش اكل يا دكتور. ما يصفيش اكل. لا ما يصفيش اكل. يعني مش مواسم مواسم؟ مواسم بس، شغل هنا مواسم، ايام ايام الرحلات. اه ايام الاعياد. اه بس كده.
لكن في الايام العاديه ما يسافرش. لا لا ما يسافرش. يبقى لازم تكون الحاجه دي ملكك انت. ملكك انت. ملكك انت وانت اللي قائم باكلها وشربها. استرزقت بس بحاجتك انت. صراحه والله هي كل حاجه بقت صعبه عم سيد، بس هنقول الحمد لله على اللي احنا فيه. 25 جنيه الكيلو فول. الكيلو فول ده كان زمان بكام؟ كان ب 3 جنيه و2 جنيه. 3 جنيه ما شاء الله. لا الحصان ده بياكل كميات. هي بياكل كميات 10 كيلو. 10 كيلو. 10 كيلو علف. 10 كيلو كل يوم؟ هي والله 10 كيلو كل يوم. كل يوم 10 كيلو علف. يعمل 10 كيلو. لا ما يدوب. امال يمشي ازاي ده كله؟ طيب بس انت ما عدتش تشتغل، تعرف تشتغل اي حاجه تاني؟ لا مش شغله. هي قال هي يلا عم سيد تعالى بقى نشرب القهوه عشان الراجل شكله عامل لنا القهوه، وهنكمل معاك واحنا بنشرب القهوه. يلا سلام. سلام. وطبعا احنا خلصنا التصوير بتاعنا بقى على الحصان، وانا قررت ان انا اعزم عم سيد على شاي وانا هشرب قهوه، ودايما هنكون مع بعض. وعم سيد دايما معايا في لقاءات كتيره، ولانه هو عنده حاجات كتيره قوي من الحصان البلدي او الحصان المصري زي ما زي ما احنا عارفين كده. معلش انا حاسه ان التصوير ضلمه شويه، بس المكان الكافيتيريا اللي احنا فيها ضلمه شويه. طبعا النهارده عم سيد قال لنا معلومات كتيره عن الحصان، واحنا خلصنا الجوله بتاعتنا بالحصان والمعلومات اللي احنا عرفناها. يا جماعه عم سيد هيطلع معايا على طول عشان لسه في حاجات كتير ما قالناش عليها، ما قالناش كمان. من ضمن الاخبار الحلوه ان الحصانه دي حامل وهتولد قريب، وهنيجي نحتفل بالسبوع بتاعها مع عم سيد، وكمان هنسميها احنا اللي هنسمي البيبي اللي هي هتولده. ماشي، ما تنسوش بقى الاشتراك في قناه مع مروه واللايكات الكتير والكومنتات الكتير. ماشي، وانا دايما معاكم في الحاجات اللي انتوا بتحبوها وعايزينها على طول. نورتني يا عم سيد. تحب تقول لي ايه المتابعين عندي؟ ايه اقول لهم اشتركوا في قناه مع مروه ان شاء الله، واكتبوا لها كومنتات كتير ان شاء الله. والله ماشي يا عم سيد، كل سنه وحضرتك طيب يا عم سيد.